زبلخ. طب ليه زبلخ؟ هو اللي جابه سماه زبلخ وانا من ورا سميته زبلخ، واي حد خده كان هو زبلخ. باكستاني شرعي، فلان مخلوق خشانه، اكيد طولي يعني، ما تعرفش هو عايز يبوسني ولا ايه، بس هو طولي خشانه غرامه جدي ما شاء الله، من قليلين قوي في مصر. باكستاني شرعي من قليلين قوي في مصر، ده كان موجود اصلا، ان كان موجود من قليلين قوي 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 في مصر. ان كان موجود هيبقى قليل، ان ما كانش موجود هيبقى ده الوحيد في مصر. لو موجود ورا ما يبقاش باكستاني برضه. فدي اول جزيره معانا، هو ده الباكستاني زبله بس يا بابا بس. تاني واحد، تاني واحد معانا جدي خليل بور. طب هنطلع زبله بره ونحن نتعامل. اللي جيت معانا النهارده خليل بور كسر أربعة، خشانة، وش، أرم، دماغ. أنا شاري الأب ثلاث سبعات، أنا شاري على كده، أنا شاري إن هو الأب ثلاث سبعات، وشاري من واحد ثقة. مفيش كلمة، مفيش الوش ده بالقانون ديًا هي قانون ثلاث سبعات. وأنا برضك عشان برضك يعني بأكد على كلامي، أنا شاري كده وهبيع كده. الجلد خشانة، عض، فتح الصدر، كسر أربعة يعني لسه خيره جاي ما شاء الله، حاجة كده زي ما تقول قول يعني. وشغالة، بقول لك أنا شغالة أهو يا عم الحاج. تاني الجلد معايا النهاردة، هتقول فلوس ماشي، هتقول خليط فلوس بنسبة 90% ماشي، اللي أنت عايز تقوله قول. بس انا شايف ان هو افضل من جديان كتير في مصر كتير عليها. وبص الجدي عكفه، عين بيضة، بلح، وش، ودان، عض، كسر اول جوز، جدي يبقوا مزرعه ما شاء الله. تلات جديان معانا النهارده. طب انت بتبيع ليه؟ عشان المكان عندي ده زي ما هوريك دلوقتي، انا ببيع عشان كده. لازم يبقى جدي واحد بس معايا في الشقه، مش ثلاثه، ثلاثه بيموتوا بعض. طب هتبيع لي اثنين فيهم، اي اثنين اللي انت عايز يطلع واحد بس اللي هيبقى فيهم، اي اثنين يطلع واحد بس اللي هيبقى فيهم. وده بقيت الشغل. بسم الله ما شاء الله.